you see, it's a big face. That is the mouth and the eyes is up there. This one used for the pain in legs. هذا البذور. أنا أسست فريق وهو فريق الوشق الإماراتي، واللي كلنا في هذا الفريق توجهنا هو توجه واحد، وهو التعريف عن المعالم اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات. فسبحان الله الشغف والفضول كل ما نكبر يكبر معانا، فكنا نكبر لما وصل لنا لمرحلة أن دخلنا وخضنا هذا الجبال وصرنا مثل ما أقول المحاربين في وسط الجبال.